يبدو أن في لبنان ليس هناك من قعر نبلغه مع انحلال الدولة بصورة درامية. مجاري صرف المياه وغيرها وتعزيلها. خليني أبدأ بموضوع نفق المطار. إن شاء الله أنه بالمستقبل القريب نقدر نتجاوز ما جرى منذ يومين. كان الظن أن تراكم النفايات في الشارع لأكثر من شهرين من الزمن سيحدو بالسلطة للتحضير جيدا حتى لا يتكرر مشهد الفيضانات هذه كل سنة، وذلك من باب الحياء فقط بعدما شهده المواطنون من أسوأ أداء حكومي منذ سنوات طويلة. ولكن وعلى قول النائب فادي الأعور: يا طالب الدبس من طيز النمس. من رهن على الحياء مع هؤلاء عاش 60 يوما بين النفايات وطرق بابه الكوليرا المسمى بمرض الوسخ. فهذه الجراثيم التي تأتي بها قلة النظافة غالبا تنتقل في المياه الوسخة بشكل أساسي. وإليكم حالنا في بلد مرقد العنزة. يا عيب السوم يا يا الذباب المتنقل بين أكوام القمامة ينقل الكوليرا إلى الأيادي وإلى الطعام لتكون مفاعيل المرض السريعة الإسهال وتقيؤا حادا نتائجه خطيرة للغاية وخصوصا على المسنين. المصاب بداء الكوليرا قد لا يخسر أقل من لتر واحد في الساعة الواحدة من جسمه. بعد مرور نحو 4 أو 5 ساعات يكون الجسد قد خسر ما لا يقل عن 4 لترات من المياه، ما سيؤدي إلى إصابته بالدوار وبالضعف، إضافة إلى تضرر نظام المناعة لديه. بعد مرور نحو 8 ساعات يكون قد خسر الجسم 8 لترات من المياه، أي 20% من مجمل المياه في الجسد. بذلك سوف تبدأ الأعضاء بالتوقف عن العمل وسوف يصاب بالوفاة. من المرجح أن تكون ردة فعل السلطة على خطر انتشار داء الكوليرا إضافته كبند على طاولة الحوار، مع الإشارة إلى أن طاولة الحوار هذه انطلقت مع انطلاق الحرب الأهلية منذ 40 عاما واستمرت تنعقد طول هذه المدة التي استطاعت أحزابنا السياسية في خلالها تحويل لبنان مما كان يشبه بسويسرا الشرق إلى ساحة يصيبها داء اشتهر خلال القرن 19 ولا يزال يصيب دولا كالكونغو وأنغولا وزيمبابوي. Of course, just like any other place, any war zone, any place where you have a natural disaster, if all of those systems broke down, then cholera can take hold. Cholera is through history always been a marker of poverty, of poor development. And that's the case today as well. So cholera is reflective of poor housing conditions, particularly reflective of lack of sanitation and of poor hygiene behavior. أما عندنا فلا ساحة حرب ولا كوارث طبيعية، بل أول غيث الشتاء فقط وصبر دولة الرئيس سلام الذي لا تهزه نفايات في الشارع ولا كوليرا ولا من يصبرون. جد غصن، قناة الجديد.